من سوريا، من مدينة حلب، متزوجة، عندي 3 أولاد، في عندي مشروع للرسم على الزجاجيات اللي نحن بنعتمد فيه عادة تصاميم تقليدية. شرارة البدء بهذا المشروع هي أنا كنت عم أبحث عن متنفس لنفسي، يعني أكيد نحن السوريين بعد الشيء اللي عدى علينا بالأخير كل واحد بده يلاقي الطريقة اللي يعالج فيها نفسه. هلأ بلشت بزاوية صغيرة بالبيت، يعني هيك رفوف عليها ألوان ومرسم جاب لي يا زوجي وقت أهداني مشان أرسم. بعدين يعني صرت احتلال في البيت شوي شوي المرسم يكبر، أخذ طاولة من البيت، أخذ خزانة كلها تصير إلي، الطاولة والخزانة والزاوية، بعد شوي نص الغرفة صارت إلي، بعد شوي غرفة كاملة صارت إلي. حسيت وصلت لمرحلة إنه خلص أنا بدي كبر الشغل، بدي حدا يساعدني، بس هدول الأشخاص اللي بدهم يساعدوني لازم يكونوا مدربين إنه يشتغلوا نفس الشغل أنا بشتغله. بالفعل تم الأمر الحمد لله رب العالمين. استأجرت ورشة هلأ 4 طوابق، فيها الطابق الدكان اللي فيه هو العرض المنتجات، في طابق مكتب، في طابق إنتاج، وفي طابق استراحة. أبداً أبداً ما كان يخطر لي حيكون عندي هذا المكان، يعني كان بالنسبة إلي حتى أنا كأمرأة خويفة وجبانة، إنه ما فكرت ممكن خوض هذا المجال التجاري أبداً. دائماً بصير مقارنة بين الشيء اللي مرسوم يدوياً أو مشغول يدوياً وبين الشيء الموجود بالسوق. اللي موجود بالسوق، أول شيء اللي بالسوق اللي بيكون جاهز مشتغلته المكان، في منافسة كبيرة بالأسعار، في عنا مصادر جدا واسعة ورخيصة مثل البضاعة الصينية إلى آخره، فأصلا هذا المنتج ما بتنافس مع هذا. نجي للمنتج اليدوي، مثلا الفنجان المرسوم يدويا، مرة تانية بدي أرجع للمثال، هو بحد ذاته قطعة فنية. كانت منتجاتي بس على مستوى المعارف والأقارب، بعدين صرت أبعتها داخل اسطنبول، فيما بعد صرت أبعتها لكل المحافظات التركية، بعدين صرت أبعت خارج تركيا. عم بحكي أنا هلأ عن الطلبات الفردية. فيما بعد لما كبرت شغلي وارتفع عندي سقف الإنتاج، صرت أبعت خارج تركيا كطلبات جملة الحمد لله رب العالمين. الشرارة الأولى لشغلي هاد كان خلف زوجي، يعني هو أول من دعمني ودفعني لأني أرجع مارس شيء أنا بحبه وبلاقي فيه الراحة النفسية. هلأ اللي دفعني لأدعمه مو إنه في يعني إنه شيء فيه أو كذا، إنه يكفي إنه هي زوجتي، فهذا يعني أنا راح أدعمها سواء بهذا العمل أو بعمل آخر. حتى بهذا العمل يعني أول ما بلشنا هو ما كان عمل، يعني كانت هي هواية، فأنا يعني دعمتها في هي الهواية، فيما بعد اتطورت العمل واستمر الدعم.